الحساس في الدنيا التتويج بذهبية على أرض مصر. أول كلمات قالها بطل مصر والعالم في الجمباز علي زهران بعد تتويجه بذهبية كأس العالم، البطولة التي أقيمت على أرض النيل في حدث غير مسبوق، حيث إن مصر أول دولة إفريقية تستضيف هذا المحفل العالمي. لم يكن تحقيق ذهبية المونديال سهلا على البطل المصري، فيعود هذا الإنجاز إلى رحلة اجتهاد منذ أن بدأ مشواره مع اللعبة وهو في عمر 4 سنوات. حقق علي زهران العديد من الإنجازات مع الجمباز، أبرزها إضافة حركة باسمه وهي حركة F إلى قانون اللعبة، وهي من أعلى الحركات صعوبة في تاريخ الجمباز. كما أنه أول لاعب عربي وإفريقي يحصل على ذهبية إفريقيا 6 مرات على التوالي و8 ميداليات في كأس العالم، ولم يتحقق ذلك من قبل، وهي ذهبيتان، 3 فضيات، 3 برونزيات، إضافة إلى حصوله على برونزية البحر المتوسط التي لم تتحقق منذ أكثر من 17 سنة. علي زهران يواصل إنجازاته بكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الجمباز، بالإضافة إلى تسجيل تلك الإنجازات للرياضة المصرية التي تشهد نجاحات غير مسبوقة في مختلف اللعبات، الأمر الذي نقل المنظومة الرياضية المصرية إلى مصاف العالمية. الحقيقة حاجة مشرفة جدا، يعني عظمة على عظمة. احنا منورنا في الاستوديو بطل من ابطالنا استطاع ان يحصد الميدالية الذهبية في الجمباز في بطولة كأس العالم اللي لسه طبعا خلصانة من يومين واللي اقيمت للمرة الاولى في دولة افريقية وهي مصر. منورنا علي زهران صاحب ذهبية كأس العالم للجمباز، صباح الفل عليك. صباح الفل، مليون مبروك بحضرتك. الله يبارك فيك. كله تمام؟ كله تمام. المهم احنا قبل ما نبتدي ندخل على حضراتكم على الهواء، كان طلبنا منه ان هو يبقى لابس الميداليه، فهو كان متردد. ده انا لو منك مش هلبسها، ده انا انام بيها يا استاذ، البسها لو اطلع فلق جري. ذهبيه كاس العالم دي بيج ديل، حدوته كبيره طبعا، وما جاتش بسهوله بطبيعه الحال. لا طبعا، لخصنا كده المشوار اللي فات اللي وصلنا ان احنا قاعدين دلوقتي وانت لابس الميداليه الذهبيه لكاس العالم للجمباز. يعني هي ميدالية كاس العالم، اول كاس عالم في مصر يتعمل ويتنظم على ارض مصر وفي افريقيا. طبعا جت بعد مجهود وتعب وتحضير خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا في الظروف الصعبه بعد احداث كورونا. وتقريبا اخر ايفنت ليا كان في استراليا، في كاس عالم في استراليا في وقت الكورونا في شهر 3/2020. قعدنا بعدها تقريبا حوالي 6 شهور مفيش تدريب، وبعد كده رجعنا تاني للتدريب. خدت وقت طبعا ومجهود كبير عشان ابتدي ارجع تاني وارجع تاني للفورمه اللي اقدر العب بيها تاني بطولات، واقدر تاني نقف على رجلي ونقف على منصات التتويج. كان الموضوع بيتحضر كاس العالم ده، كان بيتحضر له طبعا من المفروض كان يتعمل 2020 وتاجل ل 21 بسبب ظروف برضو جائحه كورونا طبعا. بس احنا كنا عايزين نظهر فيه اعلى مستوى وعلى اداء ونقدر نحقق فيه ميداليه على ارض مصر. كاس عالم مميز جدا بصراحه، كان كاس العالم مشرف بطريقه حلوه ومميزه. كان تنظيم على اعلى مستوى صحيح. انا كنت مبهور فعلا فيه. التغطيه الاعلاميه كانت ممتازه. الاتحاد كان ليه دور كبير قوي ان يوصل ان يعمل ده برئاسه الدكتور ايهاب امين، وزارة الشباب والرياضة ودعمها وسبورت ان ده يطلع بأكفأ شكل للعيبة، وحاجة مشرفة لمصر فعلا كان ممتاز. بقالي 10 سنين طبعا بلعب كاسات عالم في دول العالم مختلفة. فعلا انا مبهور وفخور. انت اول مصري يحصل على 6 ميداليات في يعني في كؤوس العالم بشكل عام. كؤوس العالم في 6 ميداليات، في 9 ميداليات بالظبط. 9 كمان. 9 ميداليات. ما شاء الله ما شاء الله، خنصرنا احنا 3 بسم الله ما شاء الله. ده بجد شيء مشرف جدا يعني. الحمد لله. مجهود كبير وفترات كبيره وهدف واصرار ان انا اعمل حاجه مميزه وحاجه تحط في تاريخ الجمباز وتاريخ اللعبه وفي تاريخ مصر، ان يكون لاعب مصري محقق السكور دوت والنتائج المميزه دي. كان نفسي في كاس العالم ده في خلال الفتره اللي فاتت ان انا يعني اتوج بالميداليه الذهب، وكان تدريب الفتره اللي فاتت كلها تحضيرا ان ما ينفعش كاس عالم يبقى في بلدك وفي وسط جمهورك وفي وسط ناسك وتطلع كده مش في حاجه مميزه، لا ده انت تطلع بميداليه ذهب فليها شعور جميل ورائع.
خصوصا في وسط مجموعه من كانوا مشاركين من الدول الاوروبيه والناس المتاهله اولمبيات والابطال اوروبا. منافسه قويه. فكانت منافسه قويه وجميله وكان سكور مميز صراحه، يعني من اعلى 8 في العالم. فالحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بتهيالي اكيد يا علي، يعني بتهيالي مش هنختلف في النقطه دي، فكره ان مصر نجحت بالشكل المبهر ده في تنظيم كاس العالم وفوزك بالميداليه الذهبيه الى جانب طبعا انتصارات ثانيه، اكيد ده ممكن برضو يبقى له يعني ايه انعكاس او مربوط في حته تركيز شويه على رياضات اخرى غير كره القدم، يمكن الجمباز من الرياضات اللي كانت طول عمرها برضو مهضوم حقها الى حد كبير. بتهيالي الصوره ممكن تتغير الفتره الجايه بعد الانجازات اللي اتحققت دي. طبعا الرؤيه الوقت للرياضه الفرديه والالعاب الفرديه بقت غير قبل كده. طبعا التغطيه بقت الاعلاميه بقت كبيره، بنقدر نوصل للناس وتوصل ايفنت زي ده ووصل للناس رؤيه كبيره، يعني ايه لعبه جمباز، ايه الشكل ليها، ايه الاجهزه اللي بتلعبها الاولاد وايه الاجهزه اللي بتلعبها البنات. في ناس عندها تساؤلات كتير، الجمباز ده شكله عامل ازاي للولاد بس البنات بس، ايه فروعه. التغطيه للشكل واللي احنا ظاهرين على التلفزيون لايف في البطولات ومتابعه الناس والجمهور المصري، ده فرق كتير. وفي خلال الفترات اللي فاتت الاتحاد كان شغله ومجهوده طبعا رائع، ان هو توسع شعبيه الجمباز بطريقه كبيره، سواء انتشار الاكاديميات او تواصله بالدعايه او الدعم اللي كان بيعمله دايما الاتحاد عشان يوصل باكبر، يوصل في كل المدن، يعني يبقى في مصر بعدد كبير وانتشار اوسع. طبعا ده كان مهم وحاجه لينا مفيده ان مصر يعني المصريين يعرفوا ابطالهم ويعرفوا قد ايه احنا موجودين وبنعمل حاجه مميزه وحاجه كبيره. لا الغريب كمان يا علي فكره ان الجمباز من كنت لسه بقول لك من الرياضات اللي الى حد كبير مهضوم حقها بالمقارنه بكره القدم، بطبيعه الحال هي صاحبه الشعبيه الاكبر على مستوى العالم كله مش بس في مصر. بالظبط. علما بان الجمباز هو دايما الاختيار رقم واحد غالبا عند كتير جدا من الاهالي لما ولادهم بيوصلوا للمرحله السنيه بقى اللي هم حابينهم يبتدوا يلعبوا رياضه او يمارسوا رياضه من الرياضات، دايما بتكون الجمباز من اوائل الاختيارات. بالظبط. ومع هذا ما كانش فيه برضه تغطيات كافيه حتى لنجومنا وابطالنا، وبرضه عشان نوضح لحضراتكم الى اي درجه احنا قاعدين مع بطل عالمي يعني بالمعنى الحرفي للكلمه، الى جانب طبعا ذهبيه كاس العالم والى جانب التسع ميداليات السابقه في مونديالات سابقه، احنا قاعدين مع لعيب مصري في حركه مسجله باسمه في قانون اللعبه. جديد ده بقى كمان. جديد الكلام ده. ايه بقى يعني ايه في حركه بتسجلها باسمك وايه المعايير وايه المقاييس اللي بناء عليها تتسجل اسماء لعيبه كاصحاب حركات بعينها في الرياضه دي اللي موجوده في الحياه من قديم الازل؟ حركات الجمباز عباره عن مجموعه حركات، يعني الجمله الحركيه مثلا اللي انا بعملها على جهاز الحلق او في الروتين بتاعي بيبقى فيها 10 حركات، ودي بتبقى كلها على بعض هي الجمله اللي بتقيم بيها في الاداء، بحس من الخصومات او الاداء كل حركه فيها ليها اسم. اوكي. ان انت تبتكر حركه جديده او تصطنع حركه دي بتتسجل باسمك في قانون الجمباز. ابتديت من فتره كده في 2010 كان في رؤيه ان ابتدت ابطال عالم بيبتدي يبتكر الحركه، في طبعا ناس قديمه عامله الحركه اوريدي متسجله، بس جيت 2010 ابتديت ابص لقيت ابطال عالم عاملين حركات وفي كام كاس عالم كده، ابتديت اشوف ايه ده، دي حاجه مميزه، ده شهرته بتزيد. اعمل حركه باسمه في كتاب القانون الدولي في التاريخ بتاع الجمباز. طبعا. فابتدت الموضوع اشتغل عليه واجرب ان انا احاول ابتكر حركه، اشتغلت عليها فتره كبيره انا ومدربيني، يعني فتره حوالي سنتين اشتغلنا عليها من 2011. هي دي الحركه بالظبط، هي دي الحركه فعلا. اوكي. خدت وقت ومجهود كبير عشان تطلع، عايزه عضلات بطن ودراعين وكتاف طبعا، يعني على اعلى مستوى. هي من الحركه من الصعوبه اف دي بست اعشار، دي من اعلى الصعوبات في الجمباز، يعني اعلى الصعوبات. لما اتقيمت من الاتحاد الدولي انا والمدرب بتاعي دكتور اسامه عز الرجال ابتدينا نشتغل عليها ونقدمها في البطولات لمده سنتين. اوكي. السنتين دول اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي ابتدينا بنعرض عليهم في زي فورم كده بتبتدي ان انا عندي حركه جديده ومصورها هو على سي دي وابتدي انفذها وهعملها في البطوله، فبيبتدوا يقيموها وبتبتدي تعرضها. عملتها في حوالي لمده سنتين في بطولات كاسات عالم لحد بطوله العالم في بلجيكا.
لما بتيجي تنزل بطوله العالم بقى هنا دي اللي هي ايه يعني الفاينل اللي هي بتدي ينزلها في الكتاب. خدت عليها ساعتها كونفيرم ونزلت ان اول لاعب مصري عربي افريقي سجل اسمه في قانون لعبه الجمباز في تاريخ الجمباز. حاجه الصراحه شرف وانا بعتبرها مراسي يعني. لا طب طب امال ايه؟ واي شرف يا استاذ واي شرف، حاجه جميله جدا. طب بسم الله ما شاء الله بالانجازات اللي حصلت دي بتتطلع لايه بقى في اللي جاي؟ انت قفلت كل الميداليات خلاص يعني اللعيبه المنافسه كلهم بيشتكوا مفيش ميداليات، قال لك علي زهران خلص الميداليات. بتفكر في ايه بقى في اللي جاي او تستعد لايه في اللي جاي؟ ان شاء الله الفترات اللي جايه دي في بطوله عالم عندنا في شهر 10 في اليابان، ان شاء الله تكون الفتره دي كويسه، وفي كاس عالم تاني في شهر 9 تبقى الفتره بتاعت الكورونا دي تعدي يعني كويسه، ونقدر في بطولات ساعات بتتلغي وايفنتات، بس اعتقد ان شاء الله الفتره دي ابتدت مع اللقاح اللي بيبتدي يتاخد وكده، اعتقد ان الدول ابتدت تفتح وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه وميداليه برضو كبيره كده لمصر يا رب ان شاء الله. وربنا ان شاء الله يكرمنا في اللي جاي. بالمناسبه بقى طالما احنا قاعدين مع بطل عالمي وكاس عالم وميداليات ذهب وحدوته كبيره، السن الامثل لاي طفل عشان يبتدي يمارس رياضه الجمباز؟ السن الامثل انا من سن 4 سنين يبتدي الجمباز، يعني انا بادئ من سن 4 سنين. أوكي. مش بقول لا ان الاربعه بس هو اللي يبتدي، لا 4 و5 سنين و6 سنين يقدر. هي الفكره كلها ان انت بس عندك مش بعد كده يا علي يعني. مش بعد كده مش بعد يعني 5 سنين يعني. طفل عنده 11 سنه يبتدي مثلا، هو الافضل الصراحه يبتدي من 5 سنين. أوكي. ده الافضل عشان يبتدي يعني هنا بيبقى الجسم جاهز للتشكيل بمعنى اصح للمرونه. وبعد كده يبتدي ياخد الفتنس البسيط. بس على فكره على ذكر التشكيل، في برضه مش عارف الى اي درجه الكلام ده صحيح، برضه في موروث كده شعبي يقول لك ايه، لا الجمباز طبعا جميل وبيعمل جسم كويس بس يعني ايه بيعطل عمليه الطول النمو النمو بالظبط. المعلومه دي صح ولا لا؟ هي المعلومه دي مش صح تماما، يعني انا شايف ان هي مش صح تماما. لا هقول لحضرتك هو امتى ممكن يوصل للنقطه دي. اعتقد ان النقطه دي في المراحل مثلا بتاع سن 12 سنه او حاجات سن 12 13 14 سنه في الجزء ده، ممكن ساعتها يبتدي ياثر شويه بس مش بيأثر بالشكل الكبير اللي كلنا متخيلينه. زي مثلا الحديد، ما هو بيقول لك يعني لما تيجي تشيل حديد ما ينفعش في سن صغير عشان ما تعملش الضمور في المفاصل او في مراكز النمو بمعنى اصح. فبيبتدي يقول لك لازم تشيل ويت خفيف. هي بنفس الوقت برضو دلوقتي بقى الاحمال او الشغل بقى بسيط عشان المفاصل ما يبتديش يحصل فيها ده على كل واحد على حسب السن. في معايير بتتحط في الاجباريات او في الجمل الحركيه اللي بتتعمل لكل طفل في المراحل السنيه دي عشان نحاول نحافظ ان ما يبقاش في ضمور. ممكن قبل كده كان الموضوع بيحصل بس مش اللي هي بتبقى حاجه كبيره برضه. بس لما بيبقى بياخد راحه وزي اصابه معينه بيبتدي الموضوع يرجع تاني. بل بالعكس ده في ناس مثلا بتلعب جمباز وتقعد شويه مثلا وبعد كده تقوم مبطله تحس مره واحده ان هي طولت او بياخد اجازه مثلا. هو ده ياكد الكلام اللي بيتقال بالظبط. هي فعلا بتاثر، هي بتقلل شويه بس يعني او ايه ما بتخلي المرحله تاخد وقت اطول يعني غير العادي. ممكن يبقى معايا الطفل مثلا في المدرسه او اصحابنا مثلا في المدرسه معانا تلاقيه مثلا هو اطول منك، ايه الفرق؟ لا انت ممكن يعني اقصر منه شويه، لما تاخد اجازه تلاقي نفسك طولت. هقول لحضرتك هو الجمباز الصراحه حلو الجمله، لما تاخد اجازه تلاقي نفسك طولت. طولت ريحت فعلا لان الجمباز دايما فيه زي اقول لحضرتك حاجه الجهاز الارضي الجامب التمبوهات الكتير الحاجات دي هي اللي بتاثر شويه على المفاصل. بس دلوقتي الموضوع بقى علمي شويه وبصراحه هو الجمباز برضو للسن الصغير مهم جدا للاهالي ليه؟ لان هو البيز للرياضات، بيشكل لك جسم مرونه قوه سرعه رشاقه. هتبتدي بعد كده لما تيجي تخش مثلا من سن 10 سنين حتى لو ما كملتش وما لقيتش مستقبلك فيها بس على الاقل بتاسس كويس جاهز لاي صحيح. رياضه فعلا صحيح. بس علي مليون مبروك واحنا مستنيين منك المزيد ان شاء الله من الميداليات. بالمناسبه هتبقى لك مشاركه في طوكيو ان شاء الله. طوكيو انا لسه في بطوله كاس عالم ربنا يكرم وتبقى موجوده في الدوحه لو ليا نصيب فيها ان شاء الله اطلعها. هنقفل ميدالياتها باذن الله ربنا يكرم باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق ليك وحاجه جميله جدا وشيء مشرف جدا ونموذج مشرف للشاب المصري الرياضي المجتهد اللي فعلا بيحقق انتصارات على مستوى العالم بالمعنى الحرفي. علي مليون مبروك مره ثانيه وميرسي جدا لوجودك معانا النهارده. شكرا جدا لحضرتك. نورتنا. شكرا جدا ليك. بنشكر كل حضراتكم على متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي قبل دلوقتي بساعتين من 10 ل 12 يتجدد اللقاء صباح العسل.